السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم هي قانون كيرشوف سيركت لو. قانون كيرشوف وضع العالم جوستاف كيرشوف سنة 1845 يحلل الدوائر الكهربائية المعقدة، ويعرف القانون الأول باسم قانون كيرشوف للتيار، بينما يسمى القانون الثاني بقانون كيرشوف للجهد. نجي على قانون كيرشوف للتيار. شينوس ينص هذا القانون أن المجموع الجبري للتيارات الكهربائية بأي عقدة هي نقطة اتصال أو تفرع في الدائرة الكهربائية يساوي صفر. ويمكن صياغة هذا القانون بصورة أبسط، فمثلا نقول مثلا عندي هذه العقدة، هاي نقطة اتصال، أشوف I1 نقطة داخلة، I2 نقطة داخلة، I3 نشوف التيار، سهم التيار ده تدخل، I5 و I4 إيش بيهم ده يخرجون من النقطة. إذن مجموع التيارات الداخلة يساوي في أي عقدة مجموع التيارات الداخلة زين يساوي مجموع التيارات الخارجة. خلينا نشوف I1 زائدا I2 زائدا I3 شي يساوي لي I4 I5. إذن المجموع الجبري للتيارات القادمة إلى نقطة معينة شبيهة راح تساوي مجموع التيارات الخارجة من نفس هذه النقطة. ده نشوف هنا ايش قايل، I1 زائد I2 زائد I3 هذه داخل التيار داخل إلى النقطة، شوف زائد سوى نقلني، احنا قلنا مجموع التيارات الداخل يساوي مجموع التيارات الخارج، فكانت 4 و5 هي بالجهة الثانية، نقلها حتى يساوي صفر، فتحولت الإشارة من موجب إلى سالب. أوكي زين، نشوف قانون كيرشوف للفولتية. قانون كيرشوف للفولتية ونسميه قاعدة كيرشوف الثانية، وكذلك معادلة ماكسويل الثالثة. هذا القانون شينوس أنه مجموع القوى الدافعة الكهربائية يساوي مجموع الجهد المفقود في هذا المسار في دائرة الربط على التوالي. يعني شنو؟ المجموع الجبري للجهود في أي مسار مغلق يساوي صفر. فده نشوف هنا VA B زائدا VB C زائدا VC D زائدا VDA equal zero. هذول هما قانونين اللي راح نبدي نطبق عليهم بتحليل الدوائر الكهربائية. بداية انه طبعا نستخدم تحليل دوائر الدي سي common DC circuit theory term. اول شيء انه عندي closed loop، بس هاي الخطوات انه شلون ابدي احل، احدد المسار، احدد النود، البرانج واللوب والمش، وهسه نجي عليها وحده وحده، ناخذ مثال ونفتهم انه شلون راح احل وفق قانون كيرشوف للفولتية او للتيار.